يا سلمي، يعني الحصار الذي تفرضه قوات النظام في أي المناطق على وجه الخصوص؟ الحصار يشمل كافة الأحياء السائرة في مدينة اللاذقية، أيضا بالتزامن مع قيام قوات الأمن والشبيحة في هذه المناطق بتحرشات حتى تطال النساء من عمليات خطف وابتزاز وما إلى ذلك. أيضا هذا عن مدينة اللاذقية. حتى اللحظة لدينا أكثر من 6 شهداء، أكثر من شهداء موثقين بالأسماء نعم، في ريف مدينة اللاذقية نتيجة القصف المدفعي العنيف على جبل الأك الصامت، حيث أعلن النشطاء اليوم بأن طائرات مروحية للنظام قامت بإلقاء براميل تي إن تي على مواقع في جبل الأكراد، ومما تسبب في استشهاد ستة من المدنيين على هذه المنطقة. نعم. أيضا بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف من الزوار وكانت اليهودية في مدخل مدينة اللاذقية، حتى أن أصوات القصف تسمع بشكل واضح في أحياء مدينة اللاذقية السائرة. أما في جبل التركمان، قام الجيش الحر البارحة بعملية نوعية على أسره، تم تدمير قافلة مؤلفة من 6 آليات وإبادة كل ما فيها. أيضا والنظام كعادته يرد بالقصف العنيف المدفعي مما يتسبب باشتعال المزيد من الحرائق في الغابات والمناطق السائرة. أيضا أفاد النشطاء اليوم في مدينة الحفة بحدوث انفجارات في المدينة، نعم سليم، وأيضا بالتزامن مع زيادة وتيرة القصف على كل من بابنا والجنقيل في المدينة. شكرا أيضا لهذا الملخص سليم في العمر مدينة الناشط اللاذقية الميدان شهد أمس سيد اللاذقية. شكرا لك. قامت قوات النظام باقتحام أحياء القصور والصابونية وشارع 30 وطريق الباب مع حملة تفتيش و